طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود لكم. الكهرباء اعطيني وطن، اعطيني وطن محترم، جنسيتي صارت اسوأ ثاني جنسيه بالعالم، اعطيني وطن كل شيء ما اريد منك، ولك اعطيني العراق، ولك العراق سيد العرب، العراق مخ العرب، هسه العراق صار جوا رجلين، بصيت الله صيت الجماعه، اهل الخدمه الجهاديه. دول الخريجين هم تباعوا لهم. احنا عمرنا ما نريد بعد، انا عمري 53، نعلتنا مع الشريف بيهم، اذا ما يضربنا طرطقه يقتلني، هون برجلي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، القوات الحكوميه قامت يوم امس بفض الاعتصام المفتوح الذي بداه سكان منطقه القرنة شمالي البصرة. وكان متظاهرو منطقة القرنة بدأوا اعتصاما مفتوحا ضد الأحزاب الحاكمة مطالبين بتحقيق مطالبهم وفي الخدمات العامة وتوفير فرص العمل للعاطلين منهم. وكان المعتصمون في منطقة القرنة قد قطعوا الطريق المؤدي إلى حقل غرب منطقة القرنة في محافظة البصرة. خلونا نشوف هذا المقطع. طبعا كذلك مقطع مصور أظهر إصرار المتظاهرين على اعتصامهم ورفض مضايقات القوات الحكومية وإجراءاتها لفض الاعتصام من أمام حقل غرب القرنة النفطي شمالي البصرة. هذا وكانت القوات الأمنية قد طوقت خيم المعتصمين بالمدرعات فضلا عن توجيه فوهات الدبابات نحوهم في محاولة لفض الاعتصام وقمع المتظاهرين. خلونا نشوف هذا المقطع. متظاهرو البصرة أكدوا استمرارهم بالتظاهرات السلمية ضد فساد الأحزاب الحاكمة لحين تنفيذ مطالبهم. المتظاهرون نصبوا الخيام وقطعوا الطريق المؤدي إلى حقول غرب القرنة النفطية شمالي محافظة البصرة. خلونا نشوف هذا المقطف. لا عدنا سلاح، لا عدنا شيء تسمع عدنا، ولا قوة سياسية، ناس كسبة، الله وكله كسبة، كل شيء ما عدنا، لا مدسين ولا أحزاب ولا أي شيء. احنا نطالب على حقوقنا، لا عندنا مال، لا كهرباء، لا تبليط، لا مستشفيات، ما على كل شيء ما عندنا. معنا اتصال ابو محمد من الديوانيه، تفضل ابو محمد. شلونك اخوي عمر؟ حياك الله يا هلا بيك. شلون صحتك؟ خير الحمد لله، الله يسلمك. اخوي احب اقول له دول اللي اجوا على ظهر الدبابه الامريكيه اقول لهم عيدوا الصافحه بوش ابدا اهموا منه، ولازم يوم تتحاسب على النقص والذله، ونعيد الماضي وامجاده، وتظل بغداد كنا لها، خاين كل من ساند بوش، خاين كل من اجى على ظهر الدبابه الامريكيه. ان شاء الله المظاهرات ما تتوقف، ما تتوقف ان شاء الله. شو الوضع بالديوانيه ابو محمد؟ والله الوضع تعبان عندنا، احكي لك بالصدق، لا زراعه لا صناعه، البطاله والبطاله المقنعه، وظلت لك الوادم الاسواق ميته، وظلت لك الوادم ان شاء الله المظاهرات هي اللي تسوي لنا حل ان شاء الله.
زين؟ ان شاء الله. اني اشكرك. ان شاء الله وان شاء الله ان شاء الله اعطيك عهد، زين؟ ما تتوقف ان شاء الله، زين؟ الله يحفظكم، الله يحفظكم ينصركم ابو محمد من الديوانيه، شكرا لك. طبعا كذلك سكان محافظه ذي قار امام مبنى مجلس المحافظه في مدينه الناصريه تظاهروا ورددوا هتافات تؤكد على سلميه التظاهرات والمطالب المشروعه، منها اقاله الفاسدين، كما طالب المتظاهرون بتقديم الخدمات العامه لمحافظه ذي قار. خلونا نشوف هذا المقطع. معنا اتصال ابو فيصل من السعوديه، تفضل ابو فيصل. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمه الله. السؤال عمر. حياك الله يا اهلا بك. تحيي لك يا عمر، تحيي قناه الرازدين، تحيي الشاهد على القناه، تحيي المشاهدين، وحيي الاخ المتصل من الديوانيه ابو محمد، الله يحفظه ويحفظ الشعب العراقي كله. ما ادري هي مطالبه عمر مطالبه المتظاهرين، ما هي مطالبهم؟ كيف؟ عمار. نعم. المتظاهرين. نعم. العراقيين المتظاهرين ما هي مطالبهم؟ مطالبهم محاسبة الفاسدين، إقالة المجالس المحلية للمحافظات، إقالة الفاسدين، محاسبتهم، توفير الخدمات. إيه هذا هي، بس ما يطرون. شوف بالمظاهرات ما تطرقوا، رأس الفساد هو العبادة، هو اللي يباع عرضهم وهو اللي ينهب اموالهم، لازم يكون مو المحافظين هم يتكلموا. اسمع اليوم عن محافظه المثنى، اهل المثنى الشرفاء خصوصا بني حصيب والقبائل، قالوا بس اقاله محافظه المثنى راس الفساد هو العباده، هي العمليه السياسيه باكملها هي التي جلبت. مع الاسف يعني المظاهرات تاخرت، هي المفروض من اول سنه من احتل العراق المفروض المظاهرات تبدا. الشعب العراقي شعب عزيز ولم يمر عليه ذل نهائيا، وسوف ينتصر الشعب، نحن متاكدين منها. لكن هي هذه الزمره الشرذمه هي العمليه السياسيه، وعلى راسهم العباد، هو راس الفتح، هو اللي يذهب للدول المعاديه للعراق، وهو مجرم بكل ما تحمله الكلمه من. واكبر دليل تجميل الموصل وتدمير الانبار، وهو سوف يستخدم هذه الاسلوب على المناطق الجنوبيه. هو ما عنده جنوب شمال، هو اهم شيء الدولار، معطوله مستمر هذا المجرم. فكل الوسائل سوف يستخدمها اذا شاف المظاهرات غير صامله، والشعب العراقي ان شاء الله صامل وسوف ينتصر. وتحييك. حياك الله ابو فيصل من السعوديه كان معنا. طبعا شيوخ عشائر محافظه ذي قار اعلنوا انهم سيحولون تظاهراتهم الى اعتصام مفتوح في ساحه الحبوبي وسط الناصرية حتى تحقيق المطالب. هدد شيوخ العشائر بالتصعيد ضد مسؤولي مجلس المحافظة محافظة ذي قار إذا لم تنفذ مطالبهم المتمثلة بمكافحة الفساد الحكومي وتحسين الواقع الخدمي في المحافظة. خلونا نشوف هذا المقطع. معنا اتصال عز الدين من البصرة، تفضل عز الدين. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك حبيبي. حياك الله يا اهلا بك. اني بس حبيت شوية انوه على فد فقرة. نعم. وارجو يعني حتى اخواننا المتظاهرين في باقي المحافظات
لا يركزوا لي بس على المطالب. احنا خرجنا مو على مود بس المطالب، المي والكهرباء وغير شيء. هو العراق على أمة رأسه ما عندي أي خدمات. يعني أني أطالب أريد مي، أريد كهرباء، أريد عمل. لا حبيبي، حتى لو وجدت، حتى لو وجدت هذه المطالب وتنفذت هذه المطالب، يعني احسبها هي أشهر وترجع كما كنت. ماكو إعمار بالعراق. نريد غير هاي الوجوه كلها، من رئاسة الجمهورية لرئاسة الوزراء للبرلمان هاي حكومة بأكملها. الآخر موظف الدائرة البلدية، حكومة برمتها فاسدة. فأريد من الأخوان المتصلين والمتظاهرين أن لا يبقون يطالبون طالبون كهرباء مي. هاي الشغلات عرفناها، يعني وضحت أمام الشعب العراقي وأمام العالم كله. إحنا نطالب بتغيير هاي الحكومة كلها برمتها. خرجنا وطينا شهداء وانجرحنا وتهددنا وكل شيء صار بينا، ومستعدين نضحي، ومستعدين نضحي نضحي والله والله والله. حتى لو استشهدنا اكو ناس ورانا تكمل هاي المسيرة. حكومة باطلة، حكومة تعدي دور الصحفي، رئيس وزراء، رئيس وزراء يطلع لي يتكلم لي عبارك صحفي مو رئيس وزراء، جاي ينقل الاخبار اللي موجوده بالشارع، القنوات اللي موجوده اللي جاي يذيع القنوات. شنو من رئيس وزراء هذا؟ اللي كان قبل الاحد. حكومه فاشله. واني اطالب رؤساء العشائر الرجال مو اصحاب الدرهم والدينار يودون وراهم رئيس الوزراء ويقعدون. ماكو قاعده ويا رئيس الوزراء ولا جلسه ويا وزير رئيس الوزراء. خلي الطبال خلصين عندهم غير على العراق. يعني انا ما عندي شراب، ما عندي حرام، ولك والله ما عقل. نعم، العراق جاي باك يوم عن يوم، ما ظل في شيء. وتطلع لي تقعد لي رئيس الوزراء، والله عيب عليكم والله العظيم. هاي رجال العراق. انا اطلب من الشعب العراقي، من الشباب والمثقفين. وعندي فد نقطه استاذ اذا تسمح لي. هذا خذت وقت. تفضل. عندي نقطة، المحللين السياسيين انتوا جاي تطلعون وجاي تحللون الاساتذة. حبيبي شنو دوركم؟ بس تحليل؟ انتم المثقفين سووا لكم فت لجنة، سووا لكم فت مؤسسة، سووا لكم فت انتقام. انتم قود الشعب، يعني انتم جاي تنتقدون هاي الحكومة. يعني ماكو رجال، الله اكبر، ماكو رجال سياسيين؟ هسه احنا ما درسنا، الله انتقم من عدنا ودرسنا. انتم ايش بيكم؟ اسوي فد مؤسسه، اسوي فد مصيبه اذا عندكم غير على العراقي. مو تطلع لي بس تحلل رئيس وزراء ودوله وتركيا وعراق وايران. اطلع، انتم سياسيين وافهم من هذا وافهم من عدنا. يعني بصراحه اسوي لكم فد مؤسسه بس تحلل، والله عيب. عز الدين، شلون الوضع بالبصره حاليا؟ لو على رقاب صرقاب زينا نغيرهم، نغيرهم هالفاسدين دول الأنذال. شكرا حبيبي. عز الدين راح. عز الدين كان معنا من البصرة. طبعا أحد شيوخ عشائر محافظة المثنى قال بأن مدينتي الرميثة والوركاء تفتقر بشكل كبير إلى المياه الصالحة للشرب، وأن المحافظة لم يصلها شيء من الإطلاقات المائية التي كان قد أمر بها رئيس الحكومة حيدر العبادي. خلونا نسمع لمقطع لكلمة هذا الشيخ. المقصر عن تنفيذ أمر السيد رئيس الوزراء صار لسبع أيام أمر أن يجي المال، يعني ما يقدرون يحفظون المكان يوصل بدر مثل مكان من حلالي. قال ما يصير تتحوض يوصل المال أهل الرميثة والوركاء ونواحيها. قطرة ماي وابيها نحفر ماي يطلع مالح. شرب ما نزرع. ليش تجافون الحقيقة يا سادة يا شيخ؟ والله ما نريد، لا نريد حاكم ولا نريد محكوم، نريد الحياة نريد الماء فقط. إذا كان هناك من مسؤول يستنكر من هذا الكلام فليذهب إلى نهر الرميثة، نهر القطعة الرئيسي اللي ينحدر للظوالم وللوكال.
خلط الجمال من يوم الرحلة لرئاسة الوزراء لحد الآن انقطع تماما. معنا اتصال أبو حكمة من الموصل، تفضل أبو حكمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ؟ حياك الله يا أهلا بيك أستاذي. بالنسبة للحكومة، الله بدالك من 2003 لحد الآن كله كذب بكذب، لا أكو وظائف، لا أكو شغل، لا أكو عمل، وقشمر العالم وقشمر الشعب، حتى يطلبون ماي وما أعرف إيش، ما يشي فيه ما يولى كهرباء، لا العالم بطالة عطلة نعنين بالشوارع. هسه عنا الجيش السابق من 2003 لحد الآن، أنا عمري 63 سنة لحد الآن أنا تقاعد ما ماخذ وخدمتي 35 سنة، هاي وين صايرة بيام لله؟ هو لو عنده حلول كان هسه عنا الجيش السابق من زمان أخذنا حقوقنا، بس كلهم كذابين. الله بدالك لا البصرة لا الخمارة، اي محافظه هاي المعاملات مالهم كلها بالتنكات مال الزبل، يعني يكذبون على العالم. هذول متعلمين على الكذب بدجل، صار لهم 15 سنه يكذبون، والى متى؟ والله الشعب اذا ما يفتنون هالحكومه الله بدارك تروح للفاتحه ويظلون نفس الحاله ويصيرون انجسا. الله بدارك يعني احنا لحد الان احنا جيش سابق، رئيس وزراء مالش هذا مال لبن او وزير الدفاع نايم، وينه؟ ما يقول هذول الجيش العراق السابق، ليش ما ينطي حقوقنا؟ ليش ما ينطي حقوقنا؟ اذا واحد يروح يطلق على غير طريقه يقول والله هذا هيجي وبعثني وما اعرف ايش ويطلعوا له 100 طرد دفاع. الله ينتقم منهم ان شاء الله. الله ينتقم منهم. وضع الموصل ابو حكمه. والله وضع الاوصاخ للصراخ. وهم بطاله وشغل عمل ماكو. نفس الحالة الله بدالك، أشرب موصل نفس البصرة في كل مكان، الله بدالك العراق كله خراب ما عدا الشمال، الله بدالك كلهم خراب، الله وكي لا ما يداك خراب كل شيء معكو. نعم إيه إيه والله الله يعينكم، الله يعينكم ويفرج يا رب. نقرأ رسالة واتساب. السلام عليكم، رسالة موجهة إلى الفاسدين. احنا شعب الخير والعراق كان بلد العالم، حضارة العالم الأولى. العراق هو إلى اللي علم العالم القراءة والكتابة، والعراق بلد الخيرات. يجون الدول اللي تصدقون علينا، استحوا يا سياسيين يا عملاء أمريكا وإيران، كافي عاد 15 سنة تبكون ما شبعتوا، اطلعوا من العراق كافي بلدنا، إن رجعونا العراق، نريد وطننا العراق الآن مو لإيران والأمريكا، وإحنا كنا ويا المتظاهرين وندعمهم بكل شيء. بنت الأنبار. رسالة أخرى يقول: بارك الله فيك أخي أبو محمد من القادسية، وكثر الله من أمثالك، وكل الاحترام للمتظاهرين، ربي يحفظهم ويسدد خطاهم. ابن ميسان. في رسالة أخرى يقول: مناشدة لكل المتظاهرين الأماجد، الحل الوحيد والمطلب الذي يحل المشكلات من جذورها وهو رفع شعار الشعب يطالب بإسقاط النظام، ولا حل غير ذلك. تحياتي. رسالة أخرى يقول: السلام عليكم أخ عمر، ربي يحفظكم عافية عليكم، طلعوا كل سوالفهم بس أنا ما سامع، بس أشوف يا ريت الدزج على واتساب شلون أفتح القناة، حاروا شي سووا هالظلام. أختك رويدة. رويدة تقدرين تمسحين القناة ومرة ثانية يعني سوين إجراء بحث راح تطلع لش القناة وإن شاء الله تشتغل. أعزائي المشاهدين، مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. يقول: مبروك من الإمارات، جاء كل ذلك بسبب أن القيادات التي جاء بها حزب الدعوة الحاكم للبلاد غير مؤهلة، سواء
كان نور المالكي أو حيدر العبادي، حيث منذ عام 2003 عندما تمت العملية السياسية لم يكن هناك إلا ضجيج الأحزاب وتزوير في الانتخابات ووعود كاذبة، سواء من الأحزاب الشيعية أو السنية أو الكردية أو غيرها. في محافظة المثنى معنا اتصال، أبو عبد الله من تركيا، تفضل أبو عبد الله. تفضل أبو عبد الله، تسمعني أبو عبد الله؟ ظاهر أكو مشكلة مع أبو عبد الله من تركيا. أكو اتصال ثاني؟ نعم. كذلك في محافظة المثنى أعلن المتظاهرون اعتصاما مفتوحا، احتجاجا على سيطرة الفاسدين الحكوميين على الحياة السياسية في العراق وانهيار الخدمات العامة الأساسية. طبعا ساحة الاحتفالات الكبرى في مدينة السماوة شهدت اعتصاما مفتوحا بلا خيام بعد تطويق القوات الأمنية للمعتصمين ومنع دخول الطعام والخيم للساحة. خلونا نشوف هذا المقطع. رسالة يقول فيها: السلام عليكم، لا تطالبوا بالماء والكهرباء والتعيين فهي جزئيات، طالبوا بإعادة كتابة الدستور بالنظام الرئاسي وإلغاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وإلغاء التقاعدات وإلغاء مؤسسة السجناء السياسية ورواتب رفحاء، فهذه هي المفاصل التي تم من خلالها نهب ثروات الشعب كما يقول. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. يعني حضرتك والقناه الرافدين والاستاذ المحترم. اهلا وسهلا. استاذ عمر، يعني هي الحكومه الحاليه والحكومات اللي قبلها من السلطه وعلى رقاب الشعب العراقي الى هسه ما قدموا اي شيء للعراق والشعب العراقي، غير بس الدمار والخطف والمخدرات وتأجيج الطائفيه، يعني ابسط شيء يريد المواطن هو توفير الكهرباء، وانصرفت على هذا القطاع اكثر من 41 مليار دولار. ولا طرى اي تحسن بالكهرباء. يعني المسؤولين والحكومه سالوا نفسهم ليش كل هاي المليارات انصرفت وما صار اي تحسن بالكهرباء. وهسه العبادي يسحب ايد وزير الكهرباء، وطبعا احنا نعرف سحب اليد حسب ما نعرفه احنا هو لفتره محدوده، واذا ثبت بانه السيد الوزير عنده تقصير راح يتحاسب، وطبعا هو ما راح يتحاسب لان هو فاز بالانتخابات هاي الاخيره المزوره، وبالتالي راح تكون عنده حصانه، وبهاي الحاله ما راح احد يقدر يحاسبه. ولما العبادي سحب ايد السيد الوزير طبعا راح يستلم المنصب وزير اخر ومن نفس الكابينه الوزاريه الحاليه، والكل يعرف بان كل الكابينه الوزاريه هي فاسده، وقلناها راح يشيلون هذا الوزير من هاي الوزاره ويخلوه بهاي الوزاره، وراح تستمر السرقات ويستمر الفساد وكانه ما صار اي شيء. بعدين والله صار لنا 88 يوم على الانتخابات، ولغاية الآن ما عرفنا النتائج. النتائج النهائية ما طلعت. طبعا ما تطلع النتائج أستاذ عمر، ما تطلع النتائج، ولا حتى إذا طلعت هم احتمال، يعني أقول لك 90% هم راح يصير بيها تزوير، لأنه هي توزعت وكملت وانتهت، وهذا مجرد تلهية للشعب شوي يردون له بأنه إحنا كشفنا أكو تزوير بالانتخابات، وراح نعيد العدو الفرز اليدوي ونشوف النتيجة ونحاسب المقصرين ونحاسب اللي زوروا، وهاي كلها ضحك على ذقون الناس البسطاء اللي دا يتبعوهم بكل شيء، وخصوصا اللي دا يتبعون المرجعية. يعني بعدين والله، يعني أنا أقول والله عيب على العبادي وهو رئيس وزراء ويقول المواطنين يشتغلون تكييف بالحمام من يغسلون. سبحان الله، هي وين هالكهرباء حتى المواطن يستعمل تكييف؟ وهو وين المي بالاساس؟ المي بالاساس استاذ عمر، يعني انا من سنه ببغداد والله العظيم ما يصعد للدوش. شنو هذا الاستخفاف بعقول الناس؟ يعني كل خيرات البلد سرقتوها ما اختفيتوا؟ ماشي سرقتوا وتمتعتوا انتوا وعوائلكم واقاربكم، طيب وفروا شيء للشعب على الاقل حتى تقنعوه. هو يدري العبادي من بدايه التظاهرات واصرار الشعب على اسقاط هاي الحكومه المجرمه
وخلال ثلاثة أيام أستاذ عمر طبعا التقارير وحسب المطارات مطار بغداد ومطار أربيل ومطار النجف أكثر من 350 سياسي عراقي انهزموا هم وعوائلهم خارج العراق وتوجهوا لدبي واسطنبول ولندن وواشنطن، وهذا يثبت بأن أيامهم قربت وفضلوا الهزيمة وأخذ كل ما نهبوه من أموال الشعب وياهم، وهذا هروبهم مسجل طبعا بالمطارات اللي ذكرتها. يعني كافي تستخفون بعقول الناس، سرقتوا ونهبتوا وخطفتوا وقتلتوا وطلعتوا واعترفتوا بتقصيركم وتقدمون اعتذاركم، شنو النتيجة؟ هاي الناس اللي قاعد تتظاهر هي ما عرف لكم جفن عليهم، قلبكم ما حن عليهم، ما قلتوا هذول الناس اللي عايشين بهالمدن هاي اللي درجة حرارتها أكثر من 50 درجة مئوية شلون عايشين بهذا الجو بدون كهرباء وبدون مي؟ ما قلتوا هذول المواطنين البسطاء اللي يحمل أعلى شهادة ما عنده وظيفة يشتغل بيها؟ يعني إلى متى تبقون أنتوا تنهبون بخيرات البلد؟ أنتوا عوائلكم متمتعين بيها وهذا الشعب كاتل الضيم وكاتل القهر وما عنده لقمة يحصلها ويعيش بها عائلته. أيامهم قربة أستاذ عمر إن شاء الله، وما راح يبقى لهم أي شيء بالعراق، لكن المفروض قبل ما يطلعون يتحاسبون ويقدمون إلى قضاء عادل، ومثل ما قلت لحضرتك حلقات سابقة قضاء عادل مو قضاء مدحت المحمود المسيس. القضاء العادل هو اللي يحاسبهم ويعاقبهم على كل ما اقترفوه من جرائم بحق هذا الشعب المظلوم. نعم. وشكرا جزيلا لحضرتك. أشكرك أبو ناصر من تركيا، معنا اتصال كريم من الناصرية، تفضل كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. البارحة بالحلقة مالتك انت هذا اطلع على الفيديو يقول هو اسمه سعد قيادي بحزب الدعوة سعد المطلبي، يقول المتظاهرين يستحقون اعدام. نعم. اريد اقول له انتم ما قصرتوا بزمن مختار العصر، قد قتلتوا شباب ابرياء سلميين ما عندهم ذنب بس يطالبون بحقوقهم، وما قصرتوا بالقتل. اذا حزب الدعوه وانت منهم تعدمون المتظاهرين فقتلوا الشعب كله، لان كل الشعب متظاهرين. انتم خليتوا الدستور المبجل المقدس اللي يقول انا اكفي الحق المتظاهرين، هسه ايش عجب تعدموهم؟ واذا هاي سياسه الحزب مالكم خلي يسمع العبادي اللي هو قيادي بهذا الحزب، خليني استقالته من اليوم من هذا الحزب الا هو يحب الشعب. نعم. وشكرا. اشكرك كريم من الناصريه. طبعا كذلك القوات الحكوميه منعت ايصال مياه الشرب للمعتصمين في ساحه الاحتفالات الكبرى في مدينه السماوه في محافظه المثنى، والمتظاهرون اكدوا بأن اعتصامهم المفتوح في ساحة الاحتفالات سيستمر حتى تحقيق المطالب. خلونا نشوف هذا المقطع. هذا الأصبع شوف هذا ظفري بعد بيمال الانتخابات الحبر بالنجاسة أغطى، خلي يسمع العبادي وقوم العبادي، أغطى بالنجاسة وما أغطى بالحبر مال الانتخابات بالنجاسة، أغطى أصابعنا بعد. ما أملك غير هذا العلم العراقي، ما عندي طابوقة بالعراق، طابوقة عندي ما واحد من ملايين الناس. ايش معنى انت معصوم راتبه ما ادري ايش قد بناته ثلاثة مستشارات كل واحدة 12 مليون راتبه، ايش معنى هاي تحنون عليه ابو الشبكة تنطونه 100,000 و50,000 والبيوت اللي تطيح على روسه معتصمين هنا حتى اخر نفس. معنا اتصال ابو عمر من السليمانية، تفضل ابو عمر. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر، أنت لو تشاهد هذا المشهد سبب تغير السياسة الأمريكية ضد إيران، طبعاً هاي المظاهرات أمريكا بقيادة دونالد ترامب صراحة تستغلها المظاهرات، هي قصدها أنه تستمر هذه المظاهرات أكثر وأكثر وأكثر بدون تشكيل أي حكومة، لا حكومة أكو ولا هم يحزنون، يبقى حيدر العبادي عليها إلى أن يحقق لهم غايتهم. غايتهم هي يستخدمون حيدر العبادي كعصا لمن عصى. شلون استخدموا السابقين اللي قبله ضد اهل السنه؟ ما ادري الصوت واضح؟ نعم واضح ابو عمر.
فاستاذ بيستخدموا كحصى لمن عصى، صراحه استخدمهم ضد اهل السنه، ضد المقاومه، ضد هذا حيدر نوري ابراهيم اياد علاوي، دول كلهم استخدموهم بصريح العباره. فهسه هذه المره هو راح يستخدمون، هو سحبوا البساط من تحت قدم قاسم الفهداوي مو وزير الكهرباء، سحبوا البساط من عنده وسحبوا ايده من الوزاره. بس هل الاحزاب الشيعيه راح تقبل انه البساط راح ينسحب من تحت قدمها، انه راح تلحقها هاي النار، هاي العصا راح تلوحهم، راح تنوشهم، راح تكسر راسهم؟ لو لا انا متاكد ايران ما راح تسكت، ايران هي تشعلها، ايران يقول لك اشعلها قبل ما توصل لنا النار، ان ايران خايفه من النار اللي راح تجيها من العراق، هي خايفه الى درجه بحيث تريد تسيطر تشعلها بالحرب، شوارع تسوي ابتعال الازمات، التفجيرات واغتيالات وغيره وغيره وغيره. لكن سياسه امريكا الان هي تريد هذه المظاهرات ان تستمر، وهاي الاحزاب الشيعيه والميليشيات الشيعيه المواليه لايران هاي راح تجيها اوامر باستخدام هذه المظاهرات ايضا استغلالها من خلال التفجيرات، انه اكو مندسين وانه ايران ما لها علاقه وانه ايران تريد مصلحه الشيعه وما ادري شنو، هذا كلها راح تتوقعها خلال الفتره القادمه وراح يتم سحب البساط. لكن اريد اشير الى مساله مهمه استاذ عمر، مساله كلش مهمه. انت تتوقع ان ديون العراق 133 مليار ما ادري قد 130 مليار، هذا الاموال نصها فوائد ربا، تدري شنو ربا؟ من يجي يعطيك 10 مليارات هذا يريد ارباح فصليه مو ارباح سنويه، هذا يريد كل اربع اشهر، كل ست شهور، كل تسعة اشهر يريد ارباح. شوف حسب الاتفاق هذا بعد ماكو واحد ينتظر من سنه الى سنه، انطى الارباح انطى، ما انطى هو المال ماخذه، شو ماخذه؟ من خلال سرقه النفط، النفط جاي يسرق الساد. انت التكنولوجيا العظيمه اللي وصلت لها هاي دول اوروبا وامريكا في استخراج النفط هاي تختلف عن التكنولوجيا القديمه اللي كانت موجوده في زمن النظام السابق، زمن صدام حسين قبل 2003، قبل 2003 كانوا يستخرجون النفط 3 ملايين ونص برميل، يعني معقول هاي الشركات العالميه بالعشرات هاي التكنولوجيا الحديثه تجي تستخرج لك 4 ملايين ونص؟ هاي وين صايره هاي؟ هاي بيادنا هو صايره، اجلكم الله بيعملها صايره يضيفونها مليون واحد من خلال هذه التكنولوجيا العظيمه، خلال هالتطور هذا التكنولوجي زين وين صايره؟ عمي دوروا على النفط شوفوا باليوم ايش قد يروح؟ 12 مليون 15 مليون الله اعلم. ترى عندك انت مئات اكثر من 100 شركه تشتغل بالعراق، انت مو رايح قاعد لي ناصب لي خيمه يم المعتصم بيها، لا عمي لا يراد لك تتحرك انت، ترى اذا ما تتحرك والله العظيم بعدين ما بقى لك لا مي ولا كهرباء ولا يبقى لك نفط، النفط يسحبوه، اكو مدن بالجنوب استاذ تتعرض الى هزات ارضيه خفيفه يعني ما تحس بها نتيجه سحب هذا النفط كميات هائله، قبل كانوا زمن صدام حسين ما كانوا يقبلون انه تسحب هذا النفط من هذه المناطق القريبه من المدن خوفا عليها، الان بيتم سحب هذا النفط من خلال اقرب نقطه داله لاقرب مدينه وفي داخل المدن بينسحب النفط، فانت لازم تتحرك، ترى اذا تبقى على هاي والله شلع قلع كلكم حراميه، انا اقول الشعار مالكم غلط لانه هم شلعوكم وطلعوكم، كل شيء ما بقى لكم الله وكيلك، نعم بس باقي الملابس الخارجيه والداخليه وهاي هم زين ما ياخذوها من عندك. ابو عمر من السليمانيه كان معنا اتصال. ام عبد الله من بغداد، تفضل يا ام عبد الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك ابويا؟ اهلا وسهلا بيك. اقول الله يبارك بيكم وبقناتكم هاي المجاهده الطيبه، والله ماكو كل قناه مثل هاي القناه والله العظيم، هاي لها منزله كبيره عند الله، لان كلمه الحق يحجون كلمه الحق والله العظيم. اي واتمنى ان شاء الله هاي الحكومه الباطله ان شاء الله عن قريب تطلع، وان شاء الله هاي المظاهرات ما تبطل ان شاء الله باقيه، لان احنا كنا بالكراده واللي هجرونا ايرانيين قاموا جهات يعني بالمدارس يداومون بالمدارس الكراده يقول لهم تطوعون بالحشد ننجحكم، ما تطوعون بالحشد احنا نسقطكم، وابني سقطوا سنتين واني تهجرت على مود جهالي ويريدون يسجلونهم بالحشد، ما سجلنا احنا بالحشد ولا رحنا ولا تابعنا حساب وطلعونا،
واحنا هسه مهجرين احنا في تركيا، ونتمنى ان شاء الله في تركيا تصير مظاهرات، حتى انا اول الناس انا اطلع، وان شاء الله بلدنا الله يعمره ونرجع لبلدنا، بس تطلع هاي الحكومه الباطله الايرانيه هي واحزابها. ليش جماعه الاحزاب، جماعه مقتدى، جماعه عمار الحكيم، جماعه السيستاني، ليش ما يطلعون؟ ليش باللطم مستعدين؟ ليش بالش اسمه هسه ما يطلعون بالمظاهرات؟ الله ينتقم منهم ان شاء الله. نعم ام عبد الله، ام عبد الله من تركيا شكرا لك. نقرا رسالة الواتساب يقول: لا يمكن احراز النصر المتظاهرين بتقديم الخدمات، الشغله شغله وطن وكرامته وكرامه الانسان العراقي الذي تم اذلاله واصبح في نظر العالم شعب متوحش وغير مرغوب فيه. انهض وسيبارك الله فيكم لانكم انتفضتم من اجل اعلاء الحق وخدمه الفقراء. تحياتي محبه وطني. رساله اخرى يقول: السلام عليكم قناه الرافدين، اخواني المتظاهرين طالبوا بطرد السياسيين كلهم، المالكي هو خلى العراق على الصفر ودخل داعش على العراق. رسالة يقول: السلام عليكم أستاذ عمر، الله يكون بعونكم على هالعملاء، أتمنى لكم النصر والتوفيق. أبو ميلة البريهي من مدينة الأحواز. رسالة أخرى يقول فيها: الحل إلغاء الدستور وإلغاء كافة الامتيازات لما يسمى الخدمة الجهادية ورفحة والسجناء السياسيين، وهم كلهم مجرمين مو سياسيين كما يقول. رسالة أخرى يقول: السلام عليكم أستاذ، بالنسبة للمظاهرات قوية، إذا هالمرة الشعب بطل المظاهرات الحكومة راح تقوى، هسه الحكومة ضعيفة، نطلب تغيير الحكومة كلها وشكرا أبو حكمة. رسالة أخرى يقول: السلام عليكم، حي الله المتظاهرين الأبطال، لكن اعتصامنا وتظاهرنا يجب أن نطالب فيه كالآتي: محاكمة أفراد الدولة الذين استلموا عفوا زمام الحكم من سنة 2003 وإلى الآن، من رئيس إلى مدير عام كلهم يتحاكمون، محكمة عادلة وإرجاع الأموال المنهوبة اللي سرقوها. وكلمة أخيرة أقولها للتاريخ: أن الحكم أفشل حكم مر على العراق. تحياتي لكم ولكادر الرافدين. أبو حسام النعيمي من بغداد يقول: تحية لك أستاذ عمر ولكادر قناة الرافدين. سعد معن يصرح بأن تعامل القوات الحكومية مع المتظاهرين هو تعامل مهني، وفعلا تعامل مهني، مع من قطعوا عنهم حتى ماء الشرب وطوقوهم بالدبابات واعتقلوا العشرات وقتلوا أكثر من 18 متظاهر وجرحوا أكثر من 700 متظاهر، كل هذا وتصرح بأن تعاملكم معهم تعامل مهني. معنا اتصال عبد الرحمن من السليمانية، تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله وعاش بشمال. حيا ودوم، يا هلا بيك. ولو ما تصورت بس الصورة جاي شوف شلون؟ أقول لك بس الصورة امسح القناة وارجع سوي بحث ثاني. الو استاذ عمر، اسمعك، تسمعني عبد الرحمن؟ اسمعك استاذ عمر، سمعتني بس الصوت. اي اقول لك امسح، نعم امسح القناة من الرسيفر وسوي اعادة بحث. ما جاي اسوي عندك ولا شبك. تسمعني هسه؟ تسمعني لو ما تسمعني؟ اسمعك استاذ عمر، اسمعك. ماشي، اقول لك امسح القناة، تمام، امسح القناة من الرسيفر وسوي اعادة بحث. تمام، سمعتني؟ اكو مشكلة بالاتصال مع عبد الرحمن من السليمانية. طبعا شيوخ عشائر محافظة المثنى اتهموا القوات الحكومية باستخدام القوة في فض اعتصام المتظاهرين ومصادرة خيمهم، وأكد هؤلاء الشيوخ بأن مشكلة الشعب العراقي الرئيسية هي مع العملية السياسية الفاشلة التي تسببت بكل هذا الدمار والفساد وانعدام الخدمات العامة. خلونا نشوف هذا المقطع. السلمية حق مشروع لكل العراقيين، ونحن جميعا إلا يجوز قسم ما يهيدون التظاهرات، نحن كل إحنا مع المتظاهرين. نحن لنا 15 سنة، نظام الحكم في العراق فاشل،
لم يثبت نجاحه. نظام الحكم فاشل لم يثبت النجاح طيلة هذه الفترة. أيضا المحافظة والمحافظ والمسؤولين ما قدموا شيء للمحافظة. إحنا كم تظاهر طاعنا ما سووا لنا أي شيء، ما قدموا لنا أي شيء. نعم، يقول المشكلة بالعملية السياسية، صار لهم 15 سنة فشلوا في إدارة البلد. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضلي أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ، طلعت المظاهرات، والمظاهرات مستمرة والحمد لله. نعم. بس بقى إنه على السيد السيستاني إذا هو يريد يقول للحكومة، شكل الحكومة، بيعرف إن هي الحكومة كل الشعب العراقي هو ما راضي عن هذه الوجوه، يريد تغيير. فالمفروض من السيد السيستاني يطلع للشعب العراقي ويقول إنه ترضون بهذه الوجوه أو نغيرها، يسوي استفتاء للشعب العراقي. فهو لا يطلع ولا يتكلم مع الشعب العراقي ولا يبين موقفه هو وين مع الشعب العراقي أو مع الحكومة. فلهذا احنا نتساءل ليش السيستاني ساكت. استاذ، اذا هي الحكومه سابقه من طلعوا السنه وقاموا بالاعتصامات مع الاعتذار من اقود السنه والشيعة، انه احنا قلنا للمتظاهرين او المتظاهرين قالوا انه السرع على الشيعة، وبالفعل كملوا ضرب المحافظات ودمروها ورجالنا في المعتقلات وكتلة وما كتلة ودمروا المدن عن بكرة أبيها. هسه السرعة وين جاء على الشيعة؟ إذا كانت الحكومة الشيعية وهي طائفية، فالمفروض إنه تلبي طلبات الشيعة. فلهذا أعلنت موقفها من إخواننا في الجنوب، وأعلنت رفضها للمطالب، وقامت بانتشار للقوات العسكرية وعسكرت المناطق في كل مناطق الجنوب. يعني ما عرفنا انه هي هذه هي حكومه، لا هي شيعيه ولا هي سنيه، هي عباره عن عصابات ومافيات جاءت لتدمير العراق وسلب ثرواته. بجانب المعتقلات، اعدامات من اجل العبادي من يكمل او يصير في مشكله بالعراق، يتوجه الى السجون ويقوم بعمليه اعدام الشباب حتى يحس براحه نفسيه بانه قدم انجاز للعراق. طبعا هذا الانجاز كله في سبيل انه يدمر شبابنا ويدمر عراقنا. هاي الحكومه كلها ترمت فيه، كل البرلمانيين اخذوا فلوسهم واخذوا تقاعدهم وبعثت رجعي وانهزموا عن طريق المطارات والازدحامات اللي موجوده، حتى اجلوا للشعب العراقي انه ما يقدر يسافر الى خارج العراق لانه كلها محجوزه للبرلمانيين. ان شاء الله طلعوا برجعوا. احنا نقول الجيش العراقي ترى الجيش يعني مغلوب على امره، ليش نشوفه انه وقف مع باسلحته الثقيله مع المتظاهرين، لكن هو ما يقدر يتصرف انه يدهس متظاهر. يمكن انه من يصير تظاهرات قويه وتنطلق الى نحو المنطقه الخضراء راح يتبدل يمكن موقف الجيش العراقي والشرطه الى جانب العراقيين. فلهذا احنا يعني استاذ هاي الشغلات واستمرار التظاهرات يعني لفتره طويله ترى يؤدي الى اضمحلالها وتسلب قوتها. فلهذا احنا نطلب من المتظاهرين ان يتوجهون الى المنطقه الخضراء ويضعون الخطوط النقاط على الحروف من اجل تغيير كامل، تغيير كامل، لانه هم الشعب العراقي كله مؤيد هذه التظاهرات. لو ما مؤيد ما كان يطلع العراقيين ويعبرون عن ارائهم في كل العراق من شمال الوطن. انفلات امني، ترى الانفلات الامني ادى الى مشاكل كثيره. كل الشعب العراقي، اصغر واحد بالشعب العراقي هو يعاني من مشكله. فهذه المشاكل الصغيره ادت الى وجود مشاكل كبيره بالعراق، وراحت ثروات العراق واخذوها الدول المجاوره. وايران تنتظر دخولها الى العراق حتى تدمر. ترى احنا بنرجع الى سنه 656 ايران لما سقطت بغداد 656 هجريه، تريد تسقطها وهي سقطتها بس واكد بامر من الله سبحانه وتعالى ان ينصر المتظاهرين وينصر الشعب العراقي. وتحياتي لكم. شكرا. ام عبد الله من بغداد يقول
أبو نور الحسن من بغداد يقول السلام عليكم، تحية أخوي الأخ عمر مقدم البرنامج ولكافة كادر قناة الرافدين. هناك مقولة معروفة هو أن فاقد الشيء لا يعطي. منذ 15 عام الأحزاب الحاكمة المتنفذة والحكومات المتعاقبة لم تقدم شيء للعراق وشعبه غير الدمار، فهل ستقدم شيء الآن؟ بالطبع فالمطلوب ثورة عارمة تقتلع الموجودين وتستقدم غيرهم، عندها ممكن يتغير شيء. طبعا هناك رسائل حول تشويش على القناة، يعني أكثر من رسالة جاء فيها بأن الصورة موجودة ولكن الصوت إما يكون منقطع وإما أن تكون هناك تداخل مع إذاعة أخرى. اللي نطلبه من حضراتكم أعزائي المشاهدين حذف القناة من الرسيفر وإعادة البحث مرة أخرى على التردد 12830 أفقي. أبو علي من كربلاء يقول الحل الوحيد خلاص العراق هو حظر حزب الدعوة ومن تبعه، كما تم حظر حزب البعث باسم كل أم فقدت ابنها وباسم كل أخ فقد أخاه وباسم كل أرملة فقدت زوجها وباسم كل طفل فقد أمه. رسالة أخرى يقول السلام عليكم، أنا الشمري من الموصل، تحياتي إلى إخواننا المتظاهرين. إخواني بالمختصر الحكومة لازم تتغير بالكامل لأنها مجرد عصابات وليست حكومة عادلة. تحياتي لقناة الرافدين وشكرا. خلونا نأخذ هذا المقطع الأخير قبل الختام. متظاهرو محافظة القادسية جددوا من تظاهراتهم ضد أحزاب العملية السياسية وفسادها، خلونا نشوف. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، نلقاكم يوم غد إن شاء الله في حلقة جديدة. في أمان الله.